ونبي سليمان ملك الدنيا ما دال بكويل مسدوع كويلي بلي شيغا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب محاكو حيغا فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب مركب الى هاي وانا اقبل لي بريد عادسي ملك قادوك ورما قعنتك قلني ما هلا عقوح الهي ويدستي ما هالدبلوم يتعلن يرماه وملك ولبا السجد دبدي عدا بنا عنو قلمين ايا اله يوري له السي دمبيك اله داف ملك عين كاسن اله السي اله وحيد مركب وحيد وان كاقبل له دعادي واسين ملك انت اللي اقبل السي مركا هذا الكشمبره الله بري قران جده هذا الكيجيب ومغلي دابا اله الله سخري جنك يا شياطين تي عفاريده ايا قعنتي سي اله سو غليي او امر كيسي بضها انتي كو غلان جواهر تي دمن كي وسو ساريين اقلده او دسيين ودوين كي سمينيين وحلي وحو وبهدو النبي سليمان جنك يا شياطين تو ادرايي وحلي وحا شمبري هودا دولو دنا كوركيسي سدا اسعون جرين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اتوا حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين واكد عيسى دعاس ملكي عالم كودن الى هاي انتو سوق هذه ايا الى هاي النبي سليمان قعنتك قلي بلا شروط وح شروط اللي قم حدن مرقاسا الى هاي هذا عطاؤنا تنوى الضيق ضي يدي فمن او امسك بغير حساب هذا دونت قل ليسو وعدا دونت قل ليسو او سي هذا دونت حيسبا اللي قم يدي وحبا لقا ويدين ما يتن لقو قم حساب ما يبتن وأدوية لكن قصة النبي إبراهيم عليه السلام دقيسو والنبي إبراهيم وخليلك إلهي جل وعلا ولدعوة امتحان بوصو مري ماركو ويديست إلهي جل وعلا إن لو زياديو إيمان كيسا إن معرفة ربك أي أكرا ماركو ويديستي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ما حكوا حكته قال فخذ أربعة من الطير شروط بل يالهر لكي سقع أفر شمبر الله كالي بل قويل هدى الدونس إيمان كنا كو زيادين معرفة ربك إني كو كرد هدى الدونس أفر شمبرات سوق أبو مستعدون ديار موت هندي يا هل قلنا شو عدوات فهمتين سوما فخذ أربعة من الطير أفر شمبرات سوق أبو اللي قيدي علم اليقين ولا يهي لكن حر ربع عين اليقين وأركو علم اليقين وليه أولم تؤمن بالغويد ما درمين وحد انتي سانو صنو لين ميان الرميسنين إنا صو ساري كرنو إنا أبوري كرنو مركلة إنا نولين كرنو قال بلا مي والرميسن هاي بودي تار ربك يو ولكن ليطمئن قلبي وحربا إن قلبك إيمانك يا معرفة ذاته أي سيب يدكتو من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى أركان ربابا شيخ الله سمين إلى أركان ربا وهذا أفر شمبر الله كالي بالغويري وأشرد قاس وذي الدأوين ولبا أفر شمبر الله ولبا نسكن نوع حين بعلمات ولادين وكال النوع ومذ والبا ودن قوني يميل قوني لغا سوقبان آيو وذي الدأوين سوقبا شديدو ما يوفضو داهي من سوقو دبيرتاهي سوقو عدبتاهي محال لو شيء قصدنا حكمنا قرآنك الله ينفهم سي قرآنك وين تدبر كو آخرنا موقتها
وحال نو شيء سليمان أدويته بن إلهي ويديستينا بلا شروط بلغوسي وهي أدويته قيمة ملي لكن إبراهيم وحقي ملونه ويديستيكا ديجنتاي شروط ما كل حد نسقها دين تو قيمة إلى دهي شيء قيمة هلا وحال لغو قرتا مركز أدوغو قيم وحق قيمة أكثر هذا لهاد قشتين وذي باين كيس كويدي aba inta oo sanaan masarif ku siinaye bal maanta ku shilin abba ii keen bukeer ku shilin didid kaaga raba inaan cunay ku yar oo ciyaal magaalo waligi shaqo aan arkin aqalka hooyadii ku koray oo dhinac baan u dhaafin markaas uu tagay baa la yiri hooyadii bukeer hooyada ku shilin siyo maxaad ka dhigayo ana u baahan hooyay si way siisay odagii abihi buu geeyay intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu dhaabo waatan lacagti yahoo oo ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu kun kishilin ku tuuray odagii markaas waliba inankiisii hoosta ka yareego saas u weegay markaas haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal bari toolana waan kun kishilin aabo waan ka rabaa fariid baaba tahay adigu yahay shaqada aba taqaana kun kishilin ii keen hooyadu buu ku yar wareego hooyo lacag isiiyo maxaad ka dhigay oo aan way siisay hooyo moogta hooyo macaan oo keeno oo ka qaado dabkii uu hadana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu hadana yidhi bal maantana aabo fariid baaba noqotee oo uu tago hooyo ku shilin isiiyo war lacagta baryahan aad iga gurto horta halkeed geysa oo runta ma ku sheega ahaa aabba igu yidhi ii soo shaqee ama shaqo ma garanaye isagaan markaa u geeyaa kunka shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallahi dab hortiisa ka baxayo buu ku tuuraa isaguna markaas ay ku tiri war lacag la gubo anigu ma haye hor magaalada u galo odayga waa mithal yani mithal hatta tafhamu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay mana qaldisay uu arkay uu waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaa oo caynkaas oo ku shilino ula shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanay baa soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu keenay odagii aabo ho markaas uu yidhi waliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabo lacagta dabka ka ilaali de nabiga kusulaya markaas uu yidhi oo maxaa ku jaban buu hadaan ku tuura kuwii horeba sawniga gubayay ma may aabo tani tii hore way ka duwan tahay tan he tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay madalkaas shaygan marka uu maal iyo waqti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega diinta oo dadka la baraa waa dadaal diineed diinta oo dadka loogu soo baraarujiyo loogu yeedhaa waa dadaal diineed adiga lafahaantaada oo salaada jamaca aad ku ilaalisaa waa dadaal reerkaaga iyo ubadkaaga oo diinta ilaahay aad ku tarbiyadaysaa kasbi xalaalana aad uga soo shaqaysaa waa jihaad waa dadaal